طيب معايا كمان على سكايب ضيفي اللي رحبت بيه في بداية الحلقة من نيوكاسل من انجلترا، تحديدا دكتور طارق ممدوح، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. نحن على اعتاب انتخابات رئاسية دكتور طارق، الاستعداد بهذا الخصوص، وانتم في الغرب ترون اصداء العلاقات المصرية الغربية واخر تطوراتها، كيف هي هذه العلاقات وصداها لديكم؟ انتم لديكم صورة أكثر دكتور طارق. يمكن لو بصينا على العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي عامة أو بالدول الأوروبية، هنلاقي إنها الفترة اللي فاتت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت إنها تبقى أقوى. يمكن زمان كانت بتعتمد العلاقات ما بيننا وما بين أوروبا على إن إحنا في زيارات بتتم ما بين رئيس الدولة وما بين رؤساء الدول الأخرى، كانت مجرد حضور اجتماعات. ولكن لو بصينا دلوقتي على العلاقات هنلاقي ان بقى ليها بعد اقوى. بمعنى تاني، لو احنا بصينا على حقول الغاز الطبيعي اللي في البحر المتوسط، هنلاقي ان احنا لينا بعض الشركات من اوروبا زي ايطاليا، ويمكن ده اكبر دليل ان مصر فعلا قدرت انها تتجاوز مشكلة الشاب الايطالي بيجيني اللي اتقتل بفضل علاقاتها الخارجية، وانها قدرت تتعامل مع الموقف بحرفية شديدة. لان احنا برضو موضوع ترسيم الحدود مع اليونان، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نكتشف بعض الابار الاخرى في البحر المتوسط، دي نقطه قويه جدا. بالاضافه ان احنا لو بصينا على علاقتنا بدوله زي فرنسا زي المانيا، الدول اللي هي يمكن بعد ثوره 30 يونيو كانت في تذبذب تجاه علاقتها بمصر، لان طبعا ساعتها كان في حاله انقسام كبيره جدا موجوده في المجتمع المصري وفي وسائل الاعلام. لقينا ان الدول دي دلوقتي بتؤيد القياده المصريه، والدليل على كده انها قدرت انها تمدنا ببعض الاسلحه زي المسترال، ان احنا قدرنا نجيب بعض الغواصات من المانيا. فده بيدل ان الدول دي فعلا بتؤيد مصر، شايفه ان مصر عليها خطر كبير جدا انها بتكافح ارهاب، بتكافح ارهاب من كل الاتجاهات. فأنا شايف إن العلاقات جيدة جدا حاليا مع دول أوروبا أو الدول الغربية. وكذلك لو بصينا على علاقة مصر بأمريكا، يمكن في عهد أوباما كان في بعض المشاكل ما بين سياسة الدولتين، صحيح. ولكن دلوقتي بنلاقي إن ترامب مثلا خلال الأيام الماضية إن هو بيقول بيؤيد العملية الشاملة في سيناء.